ازيك يا اميره؟ اهلا اهلا. عامله ايه؟ الحمد لله. انا مبسوطه ان انا معاكي النهارده وشكلك زي القمر. شكرا. انا شفت الستوريز اللي كنتي منزلاها اللي هو البس انهي فستان. ايوه انا خليت الناس اللي عامله لي فولو هم اللي يختاروا الستايل بتاع النهارده، والحمد لله اختاروا اكتر ستايل عجبني اللي هو الكلاسي الريترو، علشان ما عملتوش قبل كده وانا بحب اكسبيرمنت باللبس، فمبسوطه قوي ان انا رحت الراوت ده المره دي. عجبني الاختيار. شكرا. ميرسي. طيب احنا في الدور ال44 للمهرجان، قولي لي هاو دو يو فيل، ايه الامبريشن بتاعك واحنا واقفين كده شايفين الكراود كلها قدامنا؟ بجد انا لسه داخله مثلا من 10 دقايق وكل حاجه اورجنايزد قوي وسموث، وانا بحب كده، فالحمد لله دخلنا بسرعه، كل حاجه ليها ميعادها، الريد كاربت بميعاده، الحمد لله. الحمد لله يا رب. الحمد لله بجد. طيب احنا هنلعب لعبه مع بعض، بس هي لعبه فيها شويه فن. اموت في اللعب. اموت انا في اللعب، انا بتاعت اللعب. اوكي. هي اللعبه اسمها علاقاتي. اوكي هتودونا في داهيه ولا ايه؟ طيب هسالك على علاقتك بنفسك. أوكي. علاقتك بعيلتك واصحابك، علاقتك بشغله، وعلاقتك بالسينما. حلوه قوي. علاقتي بنفسي تطورت جدا السنه دي. في اسئله تحت العلاقه لسه هخش. اميره جاهزه؟ لك يا نولا، انت عارفه اللي فيها مش لازم نفضح بعض هنا. هي مسكت مني خلاص، هي بتتكلم اللي هو بقى هتسالي اسئله مش هتسالي. طب اسال ممكن اعمل دوري ولا؟ ما انت بتقولي لي علاقتك بنفسك ما برد عليك. طيب اوكي، اول سؤال تحت علاقتك بنفسك. To what extent you consider yourself self-aware؟ لا كتير، يعني اسمها ايه الكلمه؟ وعي، عندك وعي يعني. ريسنتلي اوكي. ريسنتلي كنت بشتغل على نفسي قوي، وكان انا بتكلم على ده اونلاين عادي. انا الصحه النفسيه بتاعتي ما كانتش متظبطه واشتغلت عليها قوي الحمد لله، وعلى الحب النفس وكده. فلما بتبتدي تشتغل على نفسك وبتبتدي تهيل، السلف اويرنس بيبتدي يجي. فالحمد لله تخطيت هذه المرحله وابتديت ابقى اوير جدا على اللي حواليا وعن شخصيتي وعن صحابي وعن شغلي، وايه اللي فيا عايز اغيره وايه اللي فيا عايز اطوره كده يعني. وتشوز حاجه حلوه جدا الحمد لله. طيب ازاي بتديسكونكت بقى من كل الكركبه بتاعت الشغل؟ انا حياتي هي شغلي وشغلي هو حياتي، بس مش بالطريقه اللي هي انا workaholic toxic. انا الشغل بيبسطني. اوكي. ف بديسكونكت بان انا لما في سيزن الصيف ده 3 شهور كده ببقى مسافره من بره، ما بمسكش تليفوني، بدلت سوشيال ميديا، ما بعرفش اي حاجه عن اي حد، وببقى مع نفسي كده، وبحب اقعد في صحراء كده، في الصحراء اسمها جوشوا تري، وافضل قاعده اقرا وميديتيت مع صحابي المقربين جدا اللي بيدوني طاقه ايجابيه. خصوصا الحمد لله انا بلست قوي ان انا صحابي حتى اللي في المهنه، يعني صحابي بجد واعرفهم من قبل ما احنا نخش المهنه، فايم سراوندد باي سبورت سيستم، وايم سراوندد باي حواليا يعني ناس بتديني طاقه ايجابيه بشكل، فانا الحمد لله محظوظه جدا بده. طيب نخش بقى منشنينج صحابك، نخش على علاقتك بصحابك وعيلتك. قولي لي ايه حاجه اتعلمتيها من صحابك وحاجه اتعلمتيها من عيلتك، ممكن فاليو، ممكن نصيحه. صحابي اتعلمت ان لازم انفست فيهم وقت. اوكي. مهم قوي ان انا انفست فيهم وقت على قد ما انا بانفست في نفسي، وعلى قد ما انا بانفست وقت في علاقاتي يعني رومانتك. اوكي. فاهمه قصدي؟ ان صحابي انا زي ما قلت لك الفتره اللي فاتت صحتي النفسيه ما كانتش احلى حاجه، وهم كانوا جزء كبير قوي 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 من اللي ساعدوني ان انا اطلع من الحته السوداء اللي انا كنت فيها دي، فانا ممتنه ليهم جدا جدا جدا. العلاقات مع الصحاب عايزه اقول يعني ان الناس ما تاخدهاش فور جرانتد، تهتم بيها جدا، لان دول سندك، ممكن يبقوا سندك وظهرك ويبقوا عيلتك برده. فاهمه؟ خش بقى العيله. فاهمه طبعا، اكيد هم اصلا بيكونوا كمان تحسين زيهم في نفس at some point بيوصلوا لنفس درجه العيله. بالظبط بالظبط. انا الحمد لله انا بشوف صحابي كده. طيب حاجه اتعلمتيها من عيلتك؟ الصبر. اوكي. الجدعنه، الروحانيه، ان انا اكون صادقه قوي مع نفسي او مع اللي حواليا، مع الحاجات الوحشه اللي فيا والحاجات الحلوه اللي فيا، ان انا ازاي وان ازاي اقدر اطور من نفسي وما اكونش صعبه قوي على نفسي وانا في المشوار. تحاولي تاخديها واحده واحده. بالظبط كده. طيب علاقتك بشغلك بقى، قولي لي ايه الفاليوز اللي بتحاولي تسبريد ما بين الناس ثرو التمثيل او ثرو شغلك؟ بصي انا بشوف ان انا الحمد لله عندي بلاتفورم ربنا، انا ما باخدش الموضوع ده فور جرانتد خالص، انا بحس ان ربنا حط فيا حاجه لسبب ما، فانا ما بكونش عايزه ان انا استخدمها بطريقه خاطئه. فانا قلت لنفسي من اول ما ابتدى يبقى عندي جمهور ما، قلت لنفسي انا هستخدم الجمهور ده في الصح، هحاول ان انا اصلح حاجات انا شايفاها في المجتمع على قد ما اقدر مش كويسه، زي مثلا حب النفس، انك تكون
انك تتقبل الاخرين وتتقبل نفسك ويكون في يعني حب بوزيتيفيتي وحب, وان احنا نليد بالحب وان انا انمي فكره ان ما يكونش في غيره وما يكونش في ان احنا كلنا بالظبط ان احنا كلنا ممكن ناكل الطبق كبير قوي كلنا ممكن ناكل بالظبط. فانا بحس ان ربنا بيدي ناس الكرييتيف دي حته, ولما يسيء سوء استخدامها بيشيلها مننا. فانا يعني بتحاولي تحافظي عليها زي ما قلت عليها على قد ما اقدر, علشان كمان انا عندي مسؤوليه كبيره قوي وفي ناس صغيره بتتفرج عليا وما ينفعش اقول اي حاجه وخلاص. فانا بطلع بفكر قبل ما اتكلم مليون مره, ودايما بكون عايزه ان الرساله بتاعتي تكون رساله ايجابيه. حتى في البراند بتاعتي لما بنزل اي حاجه مش بكون عايزه انزل اي حاجه وخلاص, بحب يكون في وراها فكره بتطور ال اللي هو اللي انا اوريدي اي بروميست لنفسي في الاول. فاهمه قصدي؟ فاهمه. اي توتالي اندرستاند الفكره واي بليف ان انت بتعملي كده. فاهم. شابو. طيب اخر بارتي او بارتي, بصي بنسى بروح لل انجليزي. اخر جزء اخر جزء اخر ريبورت هي علاقتك بالسينما. طبعا الافلام ناس كتيره قوي من العالم كله بتتفرج عليها, ففي كلتشرز مختلفه كتير قوي في صناعه السينما عموما او صناعه الافلام. فقولي لي من وجهه نظرك ازاي الثقافات بتتقرب في الافلام؟ سؤال. هي مش الثقافات بتتقرب على قد ما احنا بنبتدي نفهم ثقافات مختلفة, فبالتالي بنقرب من بعض. اوكي. فاهمة قصدي؟ يعني انا ممكن من فيلم, انا بتفرج على افلام, انا درست سينما فبتفرج على افلام فرنش وافلام الماني وافلام سبانيش, وكان الثيسس بتاعي ان انا اصلا كنت بتفرج على افلام الماني واحللها. افلام الماني وتحليها دي انا انا حاسه جالي صداع من اللي زي ما انا بتكلم الماني شويه يعني بفهم كلامي, فالموضوع كان بالنسبه لي فن. انا بحب السينما من وانا صغيره قوي قوي, عشقي من وانا صغيره, وانا حابه كل حاجه ليها علاقه بالسينما, ورا الكاميرا قدام الكاميرا من اوله لاخرها. السينما بتقربنا قوي من بعض, بتعلمنا حاجات كتير, بتعرفنا ثقافات كتير, وعشان كده انا بحبها قوي, وبتفصلي دماغك, انت بتكوني في عالم تاني كده لمده ساعه او ساعه ونص بالظبط. فده حاجه اصلا بالنسبه لي للصحه النفسيه جميله. ولما كمان بتصوري وبعدين بتشوفي الفاينل ريزلت يا سلام على الحلاوه, ايه ده عملت كل ده. وانك اصلا بتفكر, انت بتخلق عالم خيالي وبتفكر في كل سنتوفه, كل حاجه في الفيلم تبقى فيك. بتخشي يعني بشخصية تانية بالظبط. فريق الإخراج بقى والإكسسوار وكل كل الفريق كله بيفكر في كل سنتوفة, المنديل, الكوباية, الكنبة. فدي حاجة بالنسبة لي, نحن بنخلق عالم خيالي, ده بالنسبة لي أصلا ذات مختلف. نفسه حاجة مبهرة جدا. فهم قصدي؟ فهمة. عايز أقولي understand بسطة قوي. إحنا للأسف خلصنا الأسئلة. Thank you so much يا أميرة. Thank you so much نالا, فخورة بيكي قوي على فكرة. Thank you. أنا أول interview, من أول interviews اللي عملتها كان مع أميرة. أيوة. وأنا لسه ببدأ. أول interview عملته في حياتي كان مع نالا. فخورة بيكي قوي. بصي علينا دلوقتي. Thank you. باي باي باي.